السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أنا سعيد اليوم بزيارتي لنقراءة آيات الموجودة في مؤسسة آيات في هذا المكان المبارك الذي يعنى بكتاب الله وخدمة القرآن وأهل القرآن. زيارتي اليوم لهذه المقراءة وهي تدشن الختمة الأدائية المتخصصة في إبراز المعاني وفي التنقل النغمي والتنوع النغمي لنخبة من أئمة المساجد والمعتنين بكتاب الله تجويداً وأداءً. سعدت الحقيقة بأن أكون أحد المقرئين في هذا البرنامج المتخصص، ومما لاحظته حقيقة بعد مضي حوالي شهر الآن على هذه المقراءة أن الإخوة في مقراءة آيات جزاهم الله خيراً قد اختاروا طلاباً ذو قيمة عالية في الأداء القرآني، وهذا مما سهل علينا حقيقة في التدرج معهم في الأداء وتبيين الأداء القرآني. أقول هذا الكلام بعد مضي شهر من الآن، وقد لاحظت فائدة فيه علي شخصياً كمقرئ حقيقة، حيث أن عندي 3 طلاب يقرؤون في اليوم ما يقارب الجزء تقريباً أو جزء إلا ربع، فهذا شيء حقيقة يعني يعود علي كمقرئ بالنفع وعلى الطلاب إن شاء الله بما يعود عليهم بالنفع في دينهم ودنياهم. هذا البرنامج المتخصص أو هذه الختمة الأدائية تعنى بإبراز المعاني وبملاحظات في النبر والتنقل النغمي والتنوع النغمي، وهذا إن دل أيها الإخوة على شيء فإنما يدل على بعد النظر عند هذه المؤسسة، يعني مؤسسة آيات، في أن اختاروا مثل هذه الختمات المتخصصة النوعية حقيقة. مما لاحظته كذلك بعد مضي شهر من الآن أن الإخوة قد اختاروا طلاباً، يعني ما اختاروا من الطلاب بشكل عشوائي، بل اختاروا طلاباً متميزين، وفوق هذا التميز أتاحوا لنا كمقرئين أن نختار 3 متسابقين بما نختاره نحن لأنفسنا ونراه مناسباً. ولهذا يعني تجد أن هذه الختمة المتخصصة قلما ترد على الطالب في تجويد أو في الحفظ، لا، ليست متخصصة في هذا، وإنما نرد عليه في أدائه، وهذا يدل على أن هذه الختمة متقدمة في نوعا ما في التخصص. أشكر القائمين حقيقة على هذه المؤسسة العظيمة التي تعنى بكتاب الله، على رأسهم رئيس مجلس الإدارة فضيلة الشيخ ناصر بن علي القطامي حفظه الله، والقائمين والعاملين على هذه المؤسسة المباركة والذين لا يألون جهدا في خدمة القرآن وأهل القرآن، ونسأل الله عز وجل أن يرفعنا وينفعنا بالقرآن العظيم ويجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون،
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم.